من نتكلم عن الصدقة والبذل وكذا، خلنا نأخذ هالقصة العجيبة. يقول أحد الناس في عام 1349 أو في هالحدود، يقول جاني زميل من الزملاء من جدة، وحقيقة كانت الحالة يعني ميسورة وكذا، وبيتعشى عندي وبينوم عندي، وقال في عندي موعد لازم أني أخلصه الصباح. قلت الله يحييك. يقول دخلت للسوق أنا ويا ولدي وهذاك في الطريق، ودخلنا السوق ولا ذاك اللي يبيعون الغنم، يا الله ذاك اللي ذبيحة الطيبة ب300 ريال. الله. قال ولدي أبوي شوف جارنا يساوم راعي المحل اللي جنبنا يساومه، وكل ماذا ناظر قال الحقه الحقه هون أبوك، تبعه الولد وكل شوي ماشي غالية غالية غالية. رجع قال يا أبوي ترى هي ذبيحة ولا أقدر أشتريها. يقول أبوه يلحقه، قالت أبو فلان أنا شايف البارح عندك ضيف جايك، هذا الجار هالحين. يقول أنا شايف البارح جايك جار وكذا وكذا ضيف وكذا، قال لي والله ضفناه وبنغديه وأنا جاي ناخذ الذبيحة. قال أنا سبقتك لأن عندي شغل في السوق وتراني شاري هذه الذبيحة بجيبها لك. أي والله الله الله إيه. يقولون حملها في موتره يروح. يوم راح سذا وعودا ولدي يشتري ذبيحة ثانية لضيفنا اللي جاي من جدة. أي راح ذاك وعشى رفيزة وإذا عشى راعي جدة، وهم راح يوم أصبح الصبح يوم قال أبيك تخاويني، وين قال موصيني فلان من الناس من الأغنياء من جدة بندخل في بيعة في الرياض. نعم. وموكلني أني أشتريها عنه. ما شاء الله. يقول في ذاك الزمن ويحرجون عليها وشاور خوي وإذا المهم أنها بيعت ب6 مليون ريال. الله أكبر. شوف 6 مليون وهي في ذاك الزمن. يقول تسح لا، قال ميد البائع ترى على شرط السعي بينك وبين هاللي جايبني اللي هو اللي تصدق بالذبيحة جارة. والله شوف الله كم سعي 6 مليون. الله 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 وعند الله أكثر. نعم. ولا شيء من ما تسوي شيء. والمرء يظل صدقته يوم القيامة. يقول ورجعت بدل اللي عطينا جارنا لأنه يعطيني نص السعي، كم سعي 600 ألف يا العقاريين يا أبو عمر؟ عقاري. انت عقاري بش... ابو عمر انت عقاري علمنا. اي والله انشب لك الحين ما تطلع الا انا معك. المهم يقول الشاهد من هذه القصه يا اخواني، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. الله كريم.